يعني انا عيد انا عيد انا عيدكم يعني. لا بس عارف والله يا جماعه مفيش طعم يعني هم بيدوها روح يعني وبنت كده اللي هي روح كبيره في نفس الوقت هي الفتره دي بعد كده تدخل في امتحانات ومش امتحانات وحسوته خلصنا لا والانشطه بتاعت الطلبه بتبقى كل يوم في حاجه بتعمل روح يعني والله بجد سؤال والله وحشنا والله والله يا شباب بيبقى فيه سيوله يعني برضه التمرس الصناعي السيولات اتنشرت الساعة 3 يمكن الصبح شوف عندنا من بدأوا فين هنا الصراحه؟ لا لا ما لسه ما مش عارف سواج دار السلام لدينا فرصه عظيمه جدا دول المرحله الاولى، المرحله الثانيه هتبدا بقى بقيه الفتره الثانيه. هيبقى خطة شاملة كبيرة. انت 7-50% هيبقى سوهاج وكوثر والحاجات الصغيرة دي كده أكثر من 50%. دار السلام عشان يزعل. طبعا.